تقوم الوحدات الأمنية اليوم بكل كامل الفضاء الوطني بأعمال تتعلق بتأمين محيط المؤسسات التربوية بمختلف أنواعها. هذه حملة أمنية كما تعرفوا أنها تدخل في إطار مختلف الأعمال المناطة بعهد وزارة الداخلية، واللي تنبني على أعمال روتينية يومية متزامنة، وكذلك على أعمال تدخل في إطار الحملات الأمنية. الحملة هذه ماهيش أعمال مناسباتية، ماهيش أعمال موسمية، وإنما هي أعمال تدخل في إطار تأمين الفضاء العام وعلى رأسه تأمين محيط الفضاءات وفضاء المؤسسات التربوية، نظرا لأهمية الشريحة اللي تأم الفضاءات هذه واللي هي تهم تلامذتنا وتهم أبنائنا اللي هم اليوم موجودين معناها في قاعدين يقوموا بالامتحانات نتاعهم. هذه حبيناها رسالة طمأنة إلى كافة الأولياء، إلى كافة الإطار التربوي، إلى التلامذة في حد ذاتهم اللي هم اليوم قاعدين يجتازوا في الامتحانات نتاعهم. نعرفوا اللي البعد النفسي، ونعرفوا اللي معناها كل الأعمال الأمنية من شأنها هو أنها تضفي على أنفسهم كل سكينة باش يقوموا باجتياز امتحاناتهم في الظروف الطيبة. الملاحظة اللي نحب نقولها وأنه لم تقتصر الحملات الأمنية فقط على أيامات الامتحانات أو الأسابيع المغلقة، وإنما هي حملات أمنية متواصلة تكاد تكون يومية، معناها من خلال اعتماد تعداد بشري ومن خلال اعتماد وسائل تقنية وبشرية وكذلك وسائل نقل أكثر أهمية، بغاية إطفاء مزيد النجاح على التدخلات الأمنية في الفضاءات هذه. أنتم تعرفوا زادة وأن الأولياء قاعدين يأموا في الفضاءات هذه في مرافقة أبنائهم، تعرفوا أن الإطار التربوي يوميا يكون موجود هنا، فإنه كل العملية الأمنية هذه موجهة إلى كل المتدخلين في شأن التربوي كما لاحظتوا معنا، وأنه زاد الوحدات الأمنية قامت بتسهيل حركة المرور لأنه لامت الأفراد تنطلق من خلال سلامة المرورية من خلال المسالك المؤدية إلى كافة الفضاءات التربوية اللي من المستحسن وأنهم يأموها في ظروف معناها مرورية طيبة. أنتم لاحظتوا زاد وأن كل الأعمال اللي قامت بها الوحدات الأمنية كانت تقوم على الرقابات الترتيبية على الوسائل والأفراد، كانت تقوم على أعمال التفتيش، كانت تقوم على مراقبة كل ما يثير الشبهة وكل ما يثير الانتباه. لاحظتوا أن جميع الوحدات بمختلف الأسلاك وبمختلف الاختصاصات كانت موجودة، هذا معناها من خلال بعد نفسي كبير، لأنه العمل الأمني هو إحساس قبل أن يكون تركيز. اللي نحبوه هو أن المواطن التونسي يكون عنده إحساس كبير وأنه مؤمن في مختلف الفضاءات وخاصة الفضاءات التربوية. كما لاحظتوا زاد وأن العملية الأمنية هذه ما اقتصرتش فقط على محيط المؤسسة، واللي هي هذه المؤسسة ما هي إلا مؤسسة من بين مؤسسات أخرى على كامل التراب الوطني، وإنما امتد زاد إلى المحيط المتاخم لها المتمثل في محطات النقل، المتمثل في الطرقات والمسالك المؤدية إلى المؤسسة هذه. أنتم تعرفوا زاد وأن العملية تنبني على استباق كل العمليات الإجرامية اللي ممكن تتم في محيط المؤسسة التربوية أو على هامش المرور أمامها، تعرفوا أنها تدخل في إطار العمل الاستباقي، تدخل في إطار فرض هيبة القانون، وتدخل في إطار الضرب على كل من تخول له نفسه وأنه يخرج على القانون أو يهدد سلامة الأفراد في أي محيط من المحيطات اللي تأمنها وحدات وزارة الداخلية بمختلف اختصاصاتها على كامل التراب الوطني.